صوتي كانت جراء غلط من الجيش الحر، وأدى إلى حرق بالضفيرة العصبية الطرف اليمني للعلوي. كيف طيب تمام على كيف عالجت إذا؟ الفترة الأولى كان في عندي كتير من المشاكل، تسبيب تأمين أدوية ومعالجة ما كان في. هلأ فتح مركز طبي تعالجنا، عم تعالج فيه وعم عمل عملية، عملوا لي عملية، بس شو اسمه النتيجة يعني كتير بطيئة. ايدي مثل ما لك شايفها ما فيها لا حركة ولا شيء. طيب لهلا اصابتك لهلا لساتها فيها وجع فيها وجع خفيف او تنميل بالايد، اما وجع يعني انه عام ما في. العنصر من الجيش الحر صوبت عجبها غارة جوية اصابتي وراحت رجلي الله، وعانيت كتير 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 كتير، عانيت عانيت من الأدوية، أدوية ما في، أنا باخذ بكسيموم ما في بكسيموم بالنسبة لرجلي، يعني بروفين ما في، إبر ما عنا، بدي طرف نايل للقاضي نايل لكله، بدي إنه طرف، ما في أطراف، نايل طيب سفرونا على إيه اليوم وإيه بكرة وما في أول إنه تسفير لبرات الغوطة، من على تركيا أو الأردن مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنت مع الجيش الحر. انصبت على أحد الجبهات وقذف الدبابة. المرحلة الأولى للبتر كانت صعبة لأن طريق مسكر، الغوطة محاصرة بالنسبة للأدوية، بالنسبة لمضادات الالتهاب، المسكنات، خاصة مثلا الروس، الجنتمايسين، أدوية ضد التهابات، في مسكنة ما موجودة بالغوطة. هلأ العملية الثانية كمان نفس الأمر، أنا صار لي مصاب بحدود السنة، سنة وشهر صار، هلأ ما أحسن أتأمن طرف صناعي أو بديل عن هذا الشيء لغلائه وصعوبة إيجاده وقلة اليد الماهرة بهي الشغلة. وإذا انوجد غالي كتير، بيصل لحد 12,000 دولار كطرفين، وما بعرف إذا ذكي أو متحرك أو ثابت، هذا النقطة كمان ما بعرفها. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن تشرح لي كيف تم إصابتك وبتر طرف القدم؟ هلا عندي بتر طرف أيسر من تحت الركبة أثناء صد قوات النظام محاولة اقتحام حي جوبر الدمشقي. خرجنا بمقاومة قوات النظام، تعرضت لقذيفة دبابة، وتر على أسرها الطرف مباشرة، وتم عملية جراحية لها، وموجود حوالي العام تقريبا. وهذا هي كانت حالة الإصابة، يعني هي كان سبب الإصابة، بتر عن طريق قذيفة دبابة. طيب شو ذكر لي أهم المعاناة اللي عم تعاني منها بخصوص البتر؟ هلا هو المعاناة بالنسبة لي شوي أقل من غيري، في معاناة الوجع الشبحي بيقولوا، وقلة المسكنات اللي بحالة الأعصاب، هي مثل مرخية للأعصاب موجود بظل الحصار على الغوطة الشرقية كتير قليلة، فهي كتير بيعانوا منها أشخاص كتير المعانين بتر الأطراف. والمعاناة بتضل معاناة نفسية أكثر من هي حالة اندماج وتقبل الوضع الجديد. هي أكثر الأحيان فكرة إنه تركيب الطرف الصناعي، أو إنه باعتبار إنه بظل الحصار الموجود فشبه معدومة فكرة إنه تركيب الطرف الصناعي، بانعدام التصنيع المحلي إلها، أو ما في إمكانيات طبية قادرة على تأهيل أطراف صناعية بالغوطة الشرقية حالياً. هاي بتأدي إنه لازم الواحد يفكر بالسفر لخارج القطر، وضع الحصار هو اللي بيمنع الحالة هاي. في ظل الحصار الذي يعاني منه الكثير من المرضى من صعوبة تأمين كثير من الأدوية المسكنة والصادات منذ 4 أشهر وأكثر، وإلى الآن انتشرت عدة أمراض وأوبئة مثل الحمى التيفية والحمى المالطية والتهاب الكبد الإنتاني.
وغير ذلك يصعب على هؤلاء المرضى تأمين الأدوية اللازمة لتلقي العلاج من هذه الأمراض. وغير هذه الأمراض يوجد المعاناة الأكبر لدى المرضى المصابين ببتر الأطراف من صعوبة تأمين الأطراف الصناعية اللازمة لهم. وحسب إحصائيات مشفى صقبة الميداني يوجد ما يقارب 525 حالة بتر في الغوطة الشرقية، وهم يعانون من بتر أطرافهم العلوية أو السفلية، ولكن في ظل الحصار لا يستطيع هؤلاء المرضى تأمين الأطراف اللازمة لهم، وذلك لعدم توفرها في الغوطة الشرقية وصعوبة تأمينها إلى الغوطة. وإن وجدت هذه الأطراف فهي باهظة الثمن جدا، ما يقارب 12,000 دولار للطرف الواحد، ولكن نحن نعمل جاهدين على تأمين هذه الأطراف والأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى.